وحتى ديال المغرب كان قوي و ما 16 انا ويمارك. صراحه المنتخب دار بون ماتش فهمتيني تاكتيكمون داك الشيء كان زوين فهمتيني لعبنا الكره في بريمير ميطا مزيان ولكن فهمتي اللعاب دخلوا مدهشرين شويه كيف ما كتشوفوا البيت جا من غلط دير بواحد الدوس وفهمتيني الشمشه هي هذه لعبنا 90 دقيقه مزيان جات الشمشه في اخر دقيقه دارنا السكسر بالك هو ما عندك ما دير خويا صدمه اش غنقول لك تا هذاك راه ما عرفت واش تغلط ليه الكول ولا ما عرفت شنو هو شوف خصو يدخل لعابه وهجومي مدخل لي شوم والله لا حشوم دخل لي داك وسط اش غدير مع سباليون والبرتغال دخل لي رقيبه تمنى داخلين لاعبين تورنوا ديال رمضان تحيه ديال الزمر دخل لي لعاب واعرين اصحابي مخلي لي فجر في بونتوش حشومه وحق قربت حشومه يلا مخرج لي واحد من الهجوم دخل لي واحد ديفونسور حاط لي في الهجوم اش كيدير هذا اش كيخربق اخويا راه يدير ما كاينش اكون خلاها الكعبي وحق راه مدخل لي بواحد الدوز حشومه او شكون بواحد الدوز اللي مارك علينا شوم والله حتى السكسر بالك داروا لينا يلا فيت في الماتش بدا مزيان في الميطه الاولى ضغطنا على الفريق الايراني لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه